المحترمة السيدة نبيلة منيب. السلام عليكم السيدات والسادة النواب والمستشارون. باسم الحزب الاشتراكي الموحد نساهم في مناقشة قرار صويت البرلمان الأوروبي على إدانة المغرب. أولا نود التأكيد على أن المغرب دولة ذات سيادة، دولة مستقلة بقراراتها، لا يمكن إلا أن ندين تلقي أوامر من أي جهات خارجية، ولكن في نفس الوقت يبقى المغرب حريص على علاقاته الدولية المتميزة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي منحه سابقا صفة الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية، ولكن شراكة نريدها رابح رابح وليس علاقة تبعية واستعمار جديد. ثانيا نحن لا ننتظر ضروسا من أحد لضمان الحقوق والحريات في بلادنا، حيث أنا الأول لمناقشة قانون العفو العام للعفو عن معتقل الحراك الشعبي بالريف وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل يعني تحقيق كامل للحريات بما فيها حرية التعبير والرأي، لخلق مناخ الثقة والانفراج وتقوية اللحمة الوطنية المواطنة من أجل تقدم بلادنا وصيانة استقلال قرارها وكرامة مواطناتها ومواطنيها. شكرا السيدة النائبة المحترمة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.